لو كان سجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هو في سجود لغير الله؟ فده من أسلوب اسمه إيه؟ الحث، تشجيعها على طاعته والانقياد له، لا أكتر ولا أقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ده لو فيه سجود، لو فيه، لكن ما فيه سجود لغير الله أصلاً. يبقى ما فيه سجود لزوج. وبعدين ما هو برضو هقول لك على حاجة، لا الناس تاخدها بقى إيه، لا ده الناس تاخدها تقلبها تقول لك إيه ده، يبقى كده تسجد تسجد للراجل. طيب يا فندم، عندك وعيد، تقلبها بقى وتفكر فيها. عندك وعيد القرآن الكريم ووعيد السنة النبوية للراجل، ما حدش بيتكلم فيه ليه؟ يعني إيه رأي الدين في راجل لا ينفق على زوجته؟ يعني ده كفى به ذنبا انه دخله جهنم، لانه في رقبته بيعولها وبينفق عليها ويستتها، يقعدها في البيت، يحسن عشرتها، وعاشروهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليه ماسك طرف دون طرف؟ ما هو الطرفين المتعادلين في ولهن مثل الذي عليهن. انت عايزها تخدم يا سيدي في البخاري، فكره الحول وجبال في البخاري يا سيدي العزيز، على اليمين قبل الاخر بخمس تسطر وكلمه، يقول علي الناس تسال عائشه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في مهنه اهله او في خدمه اهله. احنا ما بنقفش عند الحديث ده كتير، كأن احنا في خدمة مش عايزين واحدة تسمعه لطالبنا بيه.